السلام عليكم، معكم الكوتش طارق المليح. يوم جديد، حركات جداد. اليوم غنديرو شويه الحركات اللي فيهم شويه الهيت، هاي انتونسيتي انترفال ترينين، اللي غيساعدونا على حرق الدهون ويطلعوا الكارديو. ملي كنقولوا كارديو فاسكولار ولا كارديو ترينين، فيها ثلاثه الحوايج. فيها يعني كيخدم القلب، كيخدم التنفس، وكيخدم الدوره الدمويه، يعني كيخدم الموتور، كيخدم مزيان. غنبداو التسخينات كما عودناكم، كنديرو التسخينات المفاصل ديالي كاملين، كنحركهم واحد 10 دقائق ديال السخينات، ومن بعد غندير نص ساعه ديال الحركات. غنبدا غنجري في نفس المكان 30 ثانيه بحال هكا، كنجري على القدام ديال رجلي، وغنجي غندير السكوات. غندير دقيقه ديال الجري 30 ثانيه ديال السكوات. غنعاودها 5 د المرات كما عودتكم، او على حساب اي واحد تقدر تعاودها 5 د المرات، تقدر تعاودها حتى 10 د المرات. من بعد غندير واحد طرافاي دو كورديناسيون في نفس المكان، ما راح حتى شي مكان بعيد. غنمشي نجري جري جري، 1 2 3، ها 1 2 3، ونطلع 1 2 3. ديما كنطلع الوسطانيه، بالزربه كتعطي الجمال ديكسا. ندير هاد دقيقه، نرجع ندير لي سكوات ديالي 30 ثانيه. 30 ثانيه ممكن دير فيها 15 ديال السكوات، ونعاودها ثاني. نعاود ثاني السكوات 5 د المرات، 5 د المرات دقيقه 30 ثانيه. من بعد غادي نجي نجري، غنهبط هنا ونطلع بحال كنرمي شي باني ديال الباسكيت. دقيقه ديال العمل 30 ثانيه ديال السكوات. ثلاثه الحركات، انا بديت كنجهد، شفت التنفس ديالي. ثلاثه الحركات، 5 د المرات، 5 دقائق، 30 ثانيه ديال الراحه غتخدم فيها لي سكوات. وبالتالي كتكون درتي واحد 40 دقيقه ديال الحركات اليوم بالصحه والراحه. كنتسنى تقولوا لنا كي جاوكم هاد الحركات. موعدونا في الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم.